أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. إقامة لجان برامج التنمية والتأهيل في مصوع. خدمات مشهودة لقسم رعاية القدج في مستشفى عرتا. تدريب الشرطة في الإدارة. وزير الخارجية الهندي يشيد بمباحثاته مع نظيره الروسي. أستراليا تبدأ مراجعة في تدريب الطيارين السابقين للجيش الصيني. زلزال تبلغ قوته 5.6 درجات يخلف 6 قتلى بنيبال. من العناوين إلى التفاصيل. أقيمت في مديرية مصوع في اجتماع عقد في 8 نوفمبر لجان التنمية والتأهيل المجتمعي لتعمل في حل المصاعب الاجتماعية تدريجيا. وبدأت اللجان التي تم إعادة تشكيلها بتنظيم جديد في الضواحي والقرى بدأت عملها في 8 نوفمبر. ويهدف البرنامج القيام بأنشطة توعية التأهيل بالتعاون مع الشركاء لإجراء الدراسات لتحسين الحياة المعيشية للمحتاجين. وأوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مصوع السيد حسن علي إن اللجان المقامة هي مواصلة للعمل السابق الذي كان يقوم به عمال التأهيل الاجتماعي، داعيا اللجان للعمل النشط بالاعتماد على القدرات الذاتية لحل المصاعب الاجتماعية على الأساس المجتمعي بما يتماشى مع العادات والتراث. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إن البرنامج الذي أدخل في العام 2019 يعمل به في كافة الإقليم باستثناء مديرية شعب، مشيرا إلى أن أنشطة توعية مرضية جارية لمساعدة المجتمع المحتاجين في فرديا وجماعيا. وبحث الاجتماع تعليمات جديدة ومرجعية العمل مؤكدا على العمل لإنجاح البرنامج. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية مصوع السيد محمد علي صالح إن عمل كبير ينتظر اللجان لتنفيذ البرنامج بوسيلة إشراكية للجميع. يقوم قسم العناية المركزة للأطفال الخدج في مستشفى عرتا المرجعي بخدمات مشهودة بإرساء المعدات الحديثة. وأوضح مسؤول القسم الدكتور زميكيل عقبة إن العمل الذي بدأ في مكان ضيق تحت إدارة قسم الولادة يدار من العام 2003 تحت إدارة ذاتية ويقدم خدمات مشهودة بعد إرساء وزارة الصحة المعدات الحديثة المتطورة بالتعاون مع شركائها. وقال أن القسم يستقبل الأطفال المولودون بانخفاض في الوزن والذين واجهوا ضيق التنفس أثناء الولادة والأطفال الذكور الذين واجهوا النزيف أثناء الختان والذين لديهم أمهات مصاعبة الرضاعة. وتقدم العناية القصوى للأطفال المولودون بوزن 750 إلى 800 جرام حتى بلوغهم وزن 1.6 كيلو جرام. وذكر أن سرير كل طفل له معدات العناية اللازمة وتقديم الدورات التدريبية الإضافية للكادر الصحي العامل في القسم. وأشار إلى أن القسم يقدم الخدمات أيضا لمدة عام ونصف العام للأطفال المصابين بالسكري والإعاقة الذهنية وضيق التنفس، داعين الآباء الاهتمام والتركيز السريع على الأمراض التي تصيب أبنائهم. وقالت كبيرة الممرضين التي خدمت 26 عاما في القسم الممرضة إلسا زوموي إن نقص المعدات سابقا كان يؤثر سلبا على عملهم وتطورت الخدمات حاليا بإدخال المعدات الحديثة. تلقى 38 من أعضاء الشرطة المتواجدين في مستويات المسؤولية دورة تدريبية في الإدارة في مركز تدريب الشرطة والأمن في دكمحري. تركز التدريب الذي استمر من 4 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر على الإدارة والقانون والعلاقات العامة وإعداد وتقديم التقارير. وأوضح مسؤول فرع المهنة الشرطية والتعليم في المركز الرائد والجبريل عند جبر قرقيس
في مراسيم التخريج في 8 من نوفمبر. إن العمل الإداري يتطلب القدرة والصبر والنباهة، وذكر المتدربون أهمية التدريب في عملهم. ودعا قائد شرطة إريتريا العقيد محارس أجاي في المناسبة المتدربين لتطوير القدرات والتجارب المكتسبة بالقراءة والعمل. بحث اجتماع عقد في جندع في 2 من نوفمبر بحضور ممثلي الشعب وأعضاء المجلس وإدارات الضواحي بحث برامج التنمية. وأوضح مدير المديرية السيد عمر يحيى أن التنظيم القوي أساس النجاح، داعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في أنشطة حماية التربة والمياه ومساعدة ورعاية أسر الشهداء. وذكر النمو الجيد للأشجار المشتلة في العام 2011 مشددا على أهمية العناية بها ومراقبتها من الشعب وتعزيز الدور المجتمعي ومساهمة إدارات الضواحي. وذكر لمواصلة الأنشطة الجارية لتحسين معيشة المواطنين، وحث لوضع حد لظاهرة قطع الأشجار. استشهد حاكم الإقليم الجنوبي سابقا المناضل فرينغ برخورستوس في 8 من نوفمبر جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 72 عاما. انضم المناضل فرينغ بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مارس من العام 1975، وخدم في القوات المقاتلة وقسم الإدارة الشعبية في مختلف مستويات المسؤولية، بعد أن نشط من العام 1992 وحتى 1975 في تنظيم طحيشة في إثيوبيا، وعمل بعد الاستقلال في وزارة الحكومات المحلية ومديرا لمحافظة ونائب لمدير محافظة والمدير التنفيذي في إدارة الإقليم وحاكم الإقليم. المناضل فرينغ برخروستوس متزوج وأب لأربعة أبناء، وستقدم المعلومات حول تشييعه لاحقا. تعرب وزارة الحكومات المحلية عن حزنها لاستشهاد المناضل إفريم جبر خرستوس، وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أشاد وزير الخارجية الهندي سوبرمان جاش كنار إلى أننا نشهد مخاوف متزايدة بشأن الطاقة والأمن الغذائي بسبب حرب أوكرانيا، مشددا على أن الهند داعمة لأي مبادرة تقضي على مخاطر الاقتصاد العالمي. وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف من موسكو أن روسيا شريك موثوق بالنسبة لبلادنا، والتعاون كبير بيننا لا سيما بما يتعلق بموارد الطاقة. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد لفتت في وقت سابق إلى أن وزيري خارجية روسيا والهند سيبحثان خلال مباحثات في موسكو مسائل التجارة والاستفادة من العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، فضلا عن المشاريع الواعدة في قطاع الطاقة لا سيما في منطقتي الجرف القطبي الشمالي والشرق الأقصى الروسي. كما ذكرت أنهما سيناقشان القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والوضع حول الاتفاق النووي الإيراني والاستعدادات الرئاسة الهندية في منظمة شنغهاي للتعاون. تطلق أستراليا مراجعة للالتزامات التي يتعين على أفراد قوات الدفاع السابقة حماية أسرار الدولة، بعد تقارير عن وجود أستراليين من بين الطيارين العسكريين القربيين الذين تم الاتصال بهم للمساعدة في تدريب الجيش الصيني. وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس أن وكالات المخابرات والشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقق في عدد من الحالات في أستراليا، وأعلن عن مراجعة للسياسات والإجراءات التي تحكم أفراد قوات الدفاع الأسترالية. هذا وكانت بريطانيا قد قالت أنها ستغير قوانين الأمن القومي الخاصة بها لمنع تجنيد الطيارين العسكريين السابقين من قبل وكالات خارجية للعمل في الصين، بعد تقارير عن تدريب ما يصل إلى 30 طيارا للجيش الصيني. ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات قرب نيبال مخلفا 6 قتلى إلى جانب خسائر مادية.
وأكد قيد الشرطة المحلية رجان دار المالا إلى أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة دوتي الغربية، بينهم 3 أفراد من عائلة واحدة، وأصيب 5 آخرون وهم يخضعون للعلاج في مستشفى محلي. كما أفادت السلطات المحلية أن أضرارا لحقت ببعض المنازل وهي تقوم بمسح الخسائر. من جهتها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتحديد مركز زلزال قرب بلدة ديباليال النيبالية على بعد 340 كيلومترا غرب كاتماندو على عمق 15 كيلومترا، هذا وقد شعر سكان شمال الهند بهزات أرضية لكن لم ترد تقارير عن وفيات أو أضرار. من جانبه أفاد المركز الوطني الهندي للزلزال بأن الزلزال بلغت قوته 6.3 درجات. بعد أسبوعين من حدوث كسوف جزئي للشمس كان العالم مع ظاهرة فلكية فريدة، حيث شاهد الملايين من سكان العالم كسوفا كليا للقمر. ويحدث ذلك عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ويصبح بين الأرض والشمس، عندها يصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول اللون الأحمر الدموي. وشهد الخسوف في جميع أنحاء أمريكا الشمالية خلال ساعات الفجر مع مشاهدة رئيسية في المناطق الغربية وعبر أجزاء من شرق آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ بعد غروب الشمس. ولم يتمكن سكان أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية الاستمتاع بهذا المشهد الخلاب لخسوف القمر. تذكير بأهم العناوين: إقامة لجان برامج التنمية والتأهيل في مصوع، خدمات مشهودة لقسم رعاية الخدج في مستشفى فروتا، تدريب الشرطة في الإدارة، وزير الخارجية الهندي يشيد بمباحثاته مع نظيره الروسي، أستراليا تبدأ مراجعة في تدريب الطيارين السابقين للجيش الصيني، زلزال تبلغ قوته 5.6 درجات يخلف 6 قتلى بنيبال. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.